اجري يا سبايدي. يا ترى يا ترى نقدر نعدي بعد كل اللي احنا بنعمله ده ولا مش هنقدر يا سبايدي؟ طلعتنا ماشي ماشي، لما نوصل لهناك الاول. انت فاكر احنا كنا بنمشي منين؟ وطلعت هيك. ثواني ثواني، بتهيألي بنمشي من هنا صح؟ كده صح. طب وهنا؟ دي بقى اللحظة الحازمة بقى، نمشي منين؟ امشي هنا على طول؟ هنقع. لا شوف، انا ممكن نبص تحت. لا شوف هنا، شوف قصدك من هنا؟ شوف، حاسس ان احنا هنقع. يا مدو يا بابا ايه؟ امسي يعني؟ امشي عادي بجد؟ عادي عادي. شفت بقى؟ اديني وقعت يا اسطى. يلا يا شباب، عايزين منكم تجبيس بقى جامد. طب بروح، طب ده دورك واللي انت عايزه اعمله. طب كل واحد كل واحد ليه دور، انت دور وانا دور، انت مسدس وانا مسدس. انا مش عايز اقع بالعقل عشان مصدر بابا طلعني. محتاج البتاع ده تاني. ايوه بس لو انت وقعت مش هتكمل للاخر وانا هاخد واكمل، اتفقنا؟ ماشي، لا خداع، الالتزام بالمسؤولية والالتزام بالقرار الذي تتخذه في أي لحظة. أوكي؟ بص بصيت أهو. بص أنا باصص. لو وقعت أيوه أعمل لك حاجة صح. لا أنا أنت واقع فين؟ أنت رايح فين؟ أنا بقى أوليك بقى. لا ما أنت كده هتجيب الشرطة بقى وتعمل لنا قلق في المكان. لا أنا مش هعمل. لا إيه طيب؟ أنا مش هعمل لك كده. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هديلك أنا هديلك. ماشي، أنت قدامك بص 3 دقايق وهاخد منك. انت عمال تضرب، خلي بالك، وفي حيتان وفي هنا كائنات حيه كتير ممكن يطلعوا ياكلوك. طب قول لهم كبسوا يا جماعه، كبسوا يا جماعه، عايزين نوصل لايكات كتير. نوصل لايكات كتير. كام لايك يا مازن عايز؟ كام لايك؟ قد الشاشه كده. عايز لايك قد الشاشه؟ محدش هيدوس لنا لايك يا مازن. بص محدش عايز يدوس خالص. ولا عشان احنا غلابه يعني ومش بنغني ولا بنرقص ولا بنقول كفو 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 يا عبد سميع، كفو كفو يا لولو، ونقعد نكفكف كده، ما حدش عايز يدوس لايك عشان كده؟ طب يا لولو كفو، ده انت فرتكتهم يا اسطى.